طب انا عايزاك برضو تساعدني في الحلقه وتاخد التليفون اللي جاي ده. انا عمال اخد انا التليفون. معلش جرب تبقى بس جرب خده بقى كمذيع يعني برنامج. اخد انا التليفون ونقول الو. فاكر محتاجين جو جو مفيش يعني. طيب هنطلع فاصل. هنطلع فاصل ونرجع تاني يا جماعه. يعني اول مره يبقى طبعا احنا معانا احمد جمال سعيد طبعا هو الفنان الجميل واخو محمد جمال وكان منورنا على فكره من فتره قبل كده وواضح انه العيله. بص يا احمد انا قلت له ياخد التليفون عشان انا عايز اعرف بقى العلاقه اون اير كده عامله ازاي. يا نهار اسود. لا لا ده اولا بص هو محمد مش اخويا كبير. محمد ابويا وامي وحاجات كتير قوي. يعني انضف شخصيه في العالم ابدع شخصيه في الدنيا. مفيش حاجه تتقال عليه يعني لا غبار عليه زي ما بيقول. لو اتعلمت اي حاجه كويسه في حياتي فهي من محمد اخويا دي حقيقه. انما موضوع ان هو كان بياكل أيوة. الحاجه بتاعتي وانا صغير دي اكتر حاجه كانت بتضايقني. بياكل انا قلت هيبقى في طلعه والله كنت حاسس يعني ان هو كان اخويا وحبيبي وكل عمال يتكلم وفي سره وعمال يقول حبيبي. طب يعني حبيبي فعلا. كل اللي بيقوله ده شفتي ما اكلش يعني كل اللي بيقوله ده ماليش حق. كان بياكل كان الجاتوه الله يرحمه كان الجاتوه كان عندي مشكله. لا بالذات الملفي شوكولاته ده بالذات كان صريح. كان بابايا بيجيب لي انا الملفي ليا انا كان هو يخلي هدى اختي برضه يعني هي بقى تفهيم ويقول لي بص انا اعلمك بتتاكل ازاي وياكلها كلها وانا اقعد اعيط. بخاف عليه يعني انا بخاف عليه يا جماعه انتوا ما تاخدوش الموضوع من الناحيه الثانيه. عنده حرفه في ان هو يضحك عليك. لا 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 ايوه برضه ما هي يزعله. والعربيه يعني العربيه الصغيره اللي هي كانت برضه كان عندي العربيه اللي هي الكهرباء الصغيره خالص دي بتشتغل شاحن ومش عارف ايه فكان يجي يفضل يلعب عليها هو طول اليوم وانا اقعد اعيط. اول ما هو يجي يقوم شايلني حاططني على رجله يعني هو بيلعبني وبيسكتني عشان بعيط. والله سهن انا قلت كده. بص انا لما عرفت ان هو حبيب الفنانه هدى سلطان عرفت على طول ان هو الشخص الوحيد اللي في العيله السهن. لا طب لا ده طب ذكرياتك الحلوه معايا يا احمد. اتفضل يا استاذ احمد اتفضل. كان عندي نتندو زمان صغير كده كان هو مفيش هيقعد هو مش انا والله عارف والله عارف. قول يا قول يا قول يا دي انا كنت متاكد منها. يهمك هو انتوا هتروح على البيت عنده او حاجه؟ يبقى هروح له. لا مش هروح على البيت انا هروح له مخصوص. انا مسافر. اقفل الباب كويس يا احمد اقفل الباب كويس. اروح جايلي هجره فلازم اخلع. لا بس بجد محمد محمد يعني هو حتى في العيلة مش كان لجده ونونا بس لا هو كان لينا كلنا. محمد أولا لو متضايق من حاجة بجد محمد أكتر واحد ممكن يخرجك من أي حاجة مضايقاكي. محمد عندنا في البيت هو شيء أساسي سواء ليا أو لمراتي أو لابني. يعني أنا ابني لما بشوف محمد بيسيبني أنا ومراته بيطلع يجري عليه. يا عم ابنك طالع للعيلة عندكم ولا شبه مامته بقى؟ لا طلع شبه احمد قوي وعسل يعني والله. مش هتخلي ما شاء الله ما شاء الله حته كده احمد صغنن يا حبيب قلبي فقمر يا حياتي ربنا يخليه لك يا احمد. ومحمد كمان لمراتي يعتبر حاجه كبيره يعني هو بالنسبه لها برضه قوة كبير يعني اي حاجه محمد لازم يبقى موجود. محمد فعلا هو اكتر شخص عندنا احنا في يعني في العيله اللي هو لما بنحتاجه بنلاقيه هو الشخصيه دي. سبحان الله يعني بيبان فعلا باين ان محمد ينفع يبقى ظهر يعني تحس ان هو من الناس اللي تتكل عليها او ممكن تتسند عليها باين عليه كده ما اعرفش. دي حقيقه هو محمد. لا محمد جدع خدوم يعني هو بالنسبه لي انا الكومفورت زون يعني لما بقى في حاجه لازم اروح لمحمد. يعني لو انا حتى طب انا بقى عايز اعرف الحاجات الثانيه بقى يعني هو جدع وجميل وفي اي وقت تلاقيه ايه بقى الحاجات الثانيه. ما هو لسه قايل لك اهو بقى يعني حط كده حلو عصبي مثلا عصبي ما حدش يقدر يجي قدامه معدي يعدي كده من قدامه هو عصبي مثلا شكله عصبي. لا دي فينا كلنا مش فيه هو بس دي فينا كلنا انا ما حدش يقرب مننا واحنا عصبيين خالص. بس هو محمد لا محمد عايز اقول لك ان هو صغير افيهات يعني محمد مثلا امي الله يرحمها نفسها لما كنت بقى متضايق كانت تجيب محمد عشان يعني ايه هو بيضحكها يعني تخيلي واحد كان عامل زمان ايام ما كان لسه نازل تليفونات بتعمل لها حاجه زي مش زي كول تون لما تيجي تتصلي المفروض في نغمه معينه
كلنا مثلا قلنا مامي حبيبتي انا احمد ردي عليا، هدى تقول لها مامي حبيبتي انا هدى ردي عليا، محمد كان الكولتون بتاعته فواكه مشتاقين جو 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 جميل، ده مثلا محمد. يعني كنت ايه محمد؟ لا محمد كان كده، هو اكتر شخصيه مبهجه في العالم، بوزيتيف انرجي عالمي. ومن ناحيه شغل، ناحيه شغله بقى، انا محمد بصراحه متوقع ليه حاجات ما حصلتش ومش هتحصل، لان محمد شاطر جدا. انا هطلع جداً. بقى انا هطلع منه كل ده دلوقتي، بس انت قافل الباب على نفسك كويس وشوفك قريبا. لا شوفي كل اللي قاله ده، واول ما هخش واشوفه هبوسه يا حبيبي. يعني اخوك الصغير بقى وكده. ابني، بصي احمد بالنسبه لي ابني، انا بتعامل معاه من زمان، لان هو اتولد على ايدي كده مع ابنه، اتولد على ايدي بجد. هو بس فرد كده وطلع ما شاء الله مره واحده. بس بجد احمد انا لما بتعامل معاه ابني، لما بتفرج عليه ما بتفرجش كمشاهد او ما بتفرجش كاخوه او لا لا لا، ابني بره بقى اي حاجه تانية، احنا صحاب جدا جدا جدا. ربنا يخليكم لبعض. ويا احمد ميرسي جدا على تليفونك. ماشي حبيب قلبي، هكلمك اول ما اخلص. ماشي حبيبي، ماشي حبيب قلبي، باي 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 باي.